السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم مصطفى سعدي، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن ليه أسعار التطبيقات والألعاب والبرمجيات عموما أسعاره متفاوتة جدا في السوق، وتلاقي ناس كتير جدا يعني كل واحد بيقول سعر. لما انت مثلا تكون عايز تعمل تطبيق أو أبليكيشن أو لعبة أو أي حاجة لها علاقة بالسوفت وير عموما يعني أو البرمجيات عموما، تيجي تلاقي أسعار متفاوتة جدا ويعني طرق تنفيذ مختلفة كتير جدا لنفس الحاجة. طيب احنا النهاردة في الفيديو ده جايين نعرف ليه الموضوع ده بيحصل، وجايين نفهم مع بعض هو جاي منين اصلا، عشان تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل في مجال البرمجة، لان هو لحد دلوقتي لسه في حتت مقفولة مش كل الناس دخلت فيها او مش كل الناس بتفهم فيها. هنعمل فيديو جديد قريبا اسمه هي برمجة ولا بصمجة، هو العنوان غريب شوية بس هيبقى يعني معبر ان شاء الله عن اللي احنا هنتكلم فيه. بس بدون خوض في تفاصيل الفيديو التاني ده، خليه في يعني يبقى دور عليه على القناة ان شاء الله هينزل قريب. ده هيوضح لك هو البرمجة دلوقتي ايه وضعها في السوق، ومين اللي بيشتغل فيها، وايه المشاكل اللي موجودة حاليا في مجتمع المبرمجين نفسه، عشان تفهم الاسباب اللي احنا فسرناها في الفيديو ده جاية منين اساسا. طيب احنا النهاردة هنجاوب زي ما احنا قلنا على سؤال محدد، ليه الاسعار متفاوتة؟ احنا محتاجين يعني نرجع بالزمن شوية، ان زمان البرمجة كانت عبارة عن موهبة، يعني مش كل الناس كانت تقدر تدوس في البرمجة او تتعلم البرمجة او تغوص في مجال البرمجة، كانت عبارة عن موهبة، ان حد بيعرف يستخدم الكمبيوتر او عنده حب للكمبيوتر وهو بيحب علم الرياضيات وبيحب فكرة حل المشاكل والتفكير المنطقي المنظم، فابتدى ان هو يتعلم البرمجة ويحبها لانها بتلبي رغباته واحتياجاته دي. لكن دلوقتي البرمجة اصبحت ان هي صنعة، لان الناس زمان يعني زمان نقدر نقول مثلا من 5 سنين مثلا، البرمجة عشان كانت موهبة كان رواتب المبرمجين كانت رواتب يعني نوعا ما تعتبر من اعلى الرواتب في كل مجالات الشغل اللي موجودة، فالناس طبعا ابتدت تنظر للمجال ده على انه مجال مربح جدا، فليه انا ما اتعلمش البرمجة؟ فابتدوا يتعلموا البرمجة، ولكن بطريقة صناعية. بمعنى ايه؟ بمعنى انا البرمجة دي شوف يا ابني بتتعمل ازاي، وتعالى نتعلم نعملها ونطلع بيها ابليكيشنز او مشاريع، بغض النظر عن الاساسيات اللي بتخليك تقدر تطلق على نفسك لقب مبرمج. فاصبحت البرمجة من ان هي موهبة بقت صنعة، فزي اي صنعة في الدنيا الصنعة دي ليها صنايعية، وكل صنايعي ليه طريقة معينة في تنفيذ شغله وليه سعر معين. فانت دلوقتي استوضحت اول سبب، وهي ان البرمجة دلوقتي اصبحت صنعة، فالصنعة دي ليها صنايعية وكل صنايعي ليه سعر، فعشان كده انت بتلاقي لنفس الحاجة اكتر من سعر واكتر من طريقة في التنفيذ. تمام، فده اول سبب نقدر نتكلم عنه. الناس تاني سبب هو ان الناس مقتنعة في دماغها، او يعني حتى المبرمجين اللي احنا بنسميهم صناعية دلوقتي، اللي هم يعتبروا ما درسوش او مش فاهمين فكرة ان انت تطبق. طبعا يعني احنا نسيبنا من يعني انا مش هحذف ده في المونتاج ولا اي حاجة، ده صوت بتاع انابيب بيعدي من تحت بيوتنا كلها. ما علينا، زي ما احنا قلنا ان في زي ما احنا قلنا دلوقتي ان احنا في البرمجة طلع منها صناعية، فالصناعية بغض النظر مش بيدرسين الموضوع بشكل اكاديمي الاول عشان يبقوا فاهمين وبعدين يبدأوا في التنفيذ، لا الناس دي بتخش على التنفيذ على طول. ده بيبقى كويس بالنسبة لبعض المجالات الشغل، ولكن بالنسبة لمجال البرمجة لا مش كويس، لان هو يعني ابتدى يصدر المشاكل اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي، اللي هي اختلاف وتفاوت الاسعار واختلاف طرق التنفيذ واختلاف الكواليتي اللي بتطلع لكل ابلكيشن. يعني انت ممكن تلاقي تو ابلكيشنز او 2 تطبيقين بيعملوا نفس الحاجه، مثلا تطبيقين متجر، واحد كويس جدا ويعني الاثنين طلعوا اول ما طلعوا والمستخدم ابتدى يستخدمهم كانوا كويسين جدا وكيوت، لكن اول ما ابتدى المستخدمين يكتروا على التو ابلكيشنز، في ابلكيشن صمد وفي ابلكيشن ابتدى يهنج ويطلع مشاكل ويضرب وتبقى الريكوستات على السيرفر بتاعته بطيئه جدا، بيقعد يحمل ببطء. ايه اللي فرق التو سوفت ويرز عن بعض؟ ان ده ان السوفت وير اللي شغال كويس ده سوفت وير اتعمل بطريقه يعني طريقه علميه منظمه بمبادئ برمجيه احنا عارفينها ودرسناها ومحدوده، تمام،
ما ينفعش نخرج عنها. والتاني دون اتعمل من صنايعي، اتليط كده وطلع شكله ابلكيشن، بس لما ابتدى يتحط بقى في سيتويشن او في وضع ضغط تمام من قبل المستخدمين ما بقاش يشتغل كويس تمام. فعاملة بالظبط زي فكرة عندك منتج اصلي وكويس جدا وبيطلع كواليتي كويسة جدا، وانت جبت التقليد بتاعه، فالتقليد بتاعه ده هيقضي الغرض بسيط على قد فلوسه، لكن لما تيجي تضغط عليه وتيجي ان انت تحاول ان انت مثلا يقع منك او حاجة، هتلاقي كواليتي فرق الكواليتي بيظهر. فده الموضوع ببساطة شديدة جدا. البرنامج او ان انت لما تيجي تصنع برنامج مش هو البرمجة. يعني لما انت تيجي تقول لي اعمل لي برنامج، انا مش محتاج، يعني انا قصدي يعني ان البرمجة مش هي السكيل الوحيدة او الموهبة الوحيدة اللي لازم تكون عندي عشان اقدر اعمل لك البرنامج تمام. لا، هي البرمجة دي جزء من خطوات كتير جدا بتحصل تمام عشان اطلع لك البرنامج. زي ايه؟ الناس اللي عارفة SDLC او اللي هو Software Development Life Cycle، او الطريقة اللي احنا بنصمم بيها اي software تمام او اي برنامج، هي بتمشي كالتالي. ان انت بيبقى عندك تخطيط، بعد كده بيبقى عندك تحليل، بعد كده بيبقى عندك تصميم، بعد كده بيبقى عندك تنفيذ، وبعد كده بيبقى عندك اختبار وتكامل للاجزاء كلها مع بعضها، وبعد كده بترجع ان انت توصل لمرحله المرحله السادسه اللي هي الاصلاح بقى بتاعه الاخطاء اللي طلعت من الاختبارات، وبعد كده تعيد تاني ان انت بتحلل بقى الاخطاء دي وتبدا ان انت تخطط للاخطاء دي ان هتنفذ ازاي او هتصلح ازاي، وبعد كده تحللها عشان تشوف يعني هتتصلح اصلا بشكل عامل ازاي، وبعد كده تيمبلمنت او اللي هو تنفذ الحلول دي وتبدا تختبر، وهكذا بنعيد الدايره تاني. طيب هتسالني تقولي طب هي البرمجه في انهي مرحله من المراحل دي؟ هقول لك في البرمجه في المرحله رقم 3 اللي هي التنفيذ، هي حته كمان صغيره من مرحله التنفيذ. يعني البرمجه يعتبر لا تمثل 1% من شغل الابلكيشن كله او من شغل البرنامج او بناء البرنامج كله. هتقول لي يا عم انت تقعد توجع دماغنا ليه؟ هتحسسونا ان انتوا بتعملوا وبتخترعوا الذره. هو للاسف احنا مش بنخترع الذره، ولكن الكمبيوتر ده اتبنى بطريقه معينه تمام، او اي الموبايل بتاعك اتبنى بطريقه معينه، فعشان تقدر تشغل عليه او تعمل له برنامج يشتغل على الحاجه اللي اتبنت بطريقه معينه دي، لازم تشتغل بالطريقه المعينه اللي هي اتبنت بيها، والا هتطلع حاجه بتشتغل وخلاص، يعني بتشتغل بتقضي الغرض في وقتها وخلاص. زي ما احنا اتكلمنا على فكره فرق الكواليتي ما بين ابلكيشن شغال بيستحمل كل الضغوطات اللي بتحصل عليه لانه مصمم كويس، وابلكيشن اول ما ابتدى يضغط عليه من اليوزرز ابتدى يقع ويحصل مشاكل، وترجع بقى انت تدور على مبرمج بجد بقى يبدا يصلح لك المشاكل دي. فاحنا زي ما احنا قلنا البرمجة هي جزء من التنفيذ تمام. التنفيذ ده جواه ان احنا بنعمل ديزاين واير فريمز، وبنعمل حاجة اسمها UML ديزاينز، ونبدأ نشوف اليوزر ستوريز الابليكيشن ده هيستخدم ازاي، طب احنا لو ايه حصل ايه هنعمل ايه. الحاجات دي كلها بتخليك تصمم ابليكيشن او برنامج يقدر يتحمل او ينفع نقول عليه اصلا فكرة برنامج. طيب اخر حاجة عايز اقولها هي سبب للموضوع الاسعار دون، هي فكرة ان الناس بدأت تخلط ما بين المبرمج ومهندس البرمجيات. مهندس البرمجيات ده بمفروض يعني لما يطلق على نفسه كلمة مهندس برمجيات يبقى هو دارس ازاي بنصنع برمجيات، مش هو بيعرف يكتب كود، لان احنا قلنا الكود ده او البرمجة عموما دي مرحلة يعني لا تساوي 1% من مرحلة التنفيذ كلها على بعضها تمام. فمش كل مبرمج ينفع يعمل لك برنامج. المبرمج ده هو عبارة عن ترس في مرحلة كبيرة جدا اسمها Software Development Life Cycle تمام. فهو جزء صغنون جدا. طبعا انا مش بقلل المبرمجين لان انا مبرمج اصلا، ولكن هو ترس صغير في مرحلة تنفيذ اي برنامج. فما تحاولش تنخدع ان انت لو عندك ناس قالت لك انا اقدر اعمل لك برنامج ب 100,000، وبرنامج تاني وواحد تاني قال لك اعمله لك ب 2,000 جنيه، ما تتخدعش تقول انا هروح اعمل ابو 2,000 جنيه، لان انت هيطلع لك ابلكيشن والدنيا هتبقى جميله وتمام، ولكن انت هيحصل لك مشاكل في المستقبل هتخلي الابلكيشن بتاعك دون اصبح بلا فائده وبلا قيمه، وهتضطر ان انت تصلحه او تعيده من اول وجديد تقريبا. ولكن وجب ان انوه ان مش كل حد يقول لك سعر غالي الابليكيشن يبقى هو هيعرف ينفذه. انت لازم برضو عليك واجب ان انت تتحرى
وتفهم هل الشخص اللي هيعمل لك البرنامج ده هو فعلا هيعمله لك كويس ولا بيشتغلك وبيعلي السعر عشان يبان ان الكواليتي اللي بيطلعها كويسه. وباذن الله احنا في القناه هنشرح مع بعض ازاي تتعرف على ان الشركه اللي هتنفذ لك الابلكيشن بتاعك دي شركه بتفهم اصلا ويعني هتطلع لك سوفت وير كويس، وده سود الغساله عموما يعني، بس ده مش موضوعنا. هتطلع لك سوفت وير كويس ولا هتبدا تعكلك وتجيب لك تمبلت تلزقه لك. فباذن الله يعني تابعنا في القناه عشان تقدر تتعرف على الحاجات دي. اتمنى ان انا اكون مرغتش كتير ووضحت لكم كل حاجه انا عايز اوضحها لكم. ليه اسعار البرمجيات متفاوته؟ وانتظروا الفيديو بتاع هي برمجه ولا بصمجه، ان شاء الله هينزل قريب على القناه. لحد ما نشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده. وانزلوا تحت هتلاقوا صفحه الفيسبوك بينزل عليها نفس الفيديوهات بالظبط، بس على الفيسبوك. لو انت ما بتتفرجش على اليوتيوب كتير ممكن هتلاقينا على فيسبوك واتش. لحد ما نشوفكم في فيديو جديد، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.